يقول: في خطبة الجمعة بدأ الإمام أو بدأ الخطيب بعد الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء إلى الله، ما حكم فعله هذا وهل هو مشروع؟ دعاء إيش؟ بدأ بدعاء الله، يقول: ما حكم فعله هذا؟ خطبة الثانية لا بأس يكثر فيها من الدعاء، أما الأولى فهي للتوجيه والإرشاد والنصيحة. نعم.